هل أنت شايف دلوقتي السكرين؟ آه مظبوط تمام. أوكي. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. النهاردة هنكمل مع القديس أغناطيس الأنطاكي حامل الإله، أسقف أنطاكيا من الآباء الرسوليين، يعتبر الأسقف الثاني على أنطاكيا بعد بطرس الرسول. طبعا القديس أغناطيوس ده قديس لاهوتي عظيم جدا، ولما أنا ابتديت أقرأ في كتاباته يعني كلماته عميقة، إحنا هنحاول مع بعض نفهم هو كان بيقصد إيه بالكلمات. أحب إن إحنا نتشارك اللي موجودين على الزوم، هحط الأقوال بتاعته ونتشارك فيها مع بعض، ربنا يدينا نفهم المعاني اللي ورا الكلمات. هفكركم بسرعة للناس اللي محضروش المرة اللي فاتت على القديس أغناطيوس. القديس أغناطيوس اتولد سنة 30 ميلادية تقريبا في سوريا، وفي قصة بتتقال متداولة إن هو ده الطفل اللي شاله يسوع. فاكرين لما التلاميذ قالوا له مين هو أعظم؟ فقام جاب طفله وشاله وقال إذ لم تصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السموات. فهم بيقولوا إن أغناطيوس ده هو ده الطفل اللي شاله يسوع. واحد من المستشرقين قال إن رسائل أغناطيوس الأنطاكي هي لؤلؤة من لآلئ الأدب المسيحي القديم. إحنا ما نعرفش حاجة عن القديس أغناطيوس إلا من خلال كتاباته. هو كتب 7 رسائله في طريقه إلى روما علشان يترمي للوحوش. قديس ماري أغناطيوس سمى نفسه بثيوفوروس، حامل الإله، وكان في بداية كل رسالة يقول من أغناطيوس المدعو ثيوفوروس. وكنا المرة فاتت اتكلمنا على الحتة ديت وقلنا ربنا يدينا ان احنا دايما نحط في قلبنا ونبقى دايما شايفين نفسينا ان احنا نحمل الاله في قلبنا، فده اكيد هيغير من حاجات كتيرة في حياتنا، ونشوف ولادنا كمان حاملين الاله. يعني انا بتخيل ان انا لو شايف ابني كده انه حامل الاله ما اقولوش يا دانيال يا مش عارفة ايه وايه، لا ده حامل الاله، حاجة حامل الإله في قلبه، يأكل من جسد الرب ودمه وعضو من أعضاء جسد المسيح. فأكيد موقفنا تجاه نفسنا وتجاه الآخرين مختلف لو الكونسبت ده في دماغنا. وكنت قريت لكم على الحوار اللي دار بينه وبين الإمبراطور تراجان، وقد إيه كان حوار جميل، مش هعيد الحتة ديت. وبعد ما خلص وأمر الإمبراطور إن هو يلقى للوحوش، بيقول جسى وصرخ مبتهجا وقال أشكرك أيها السيد الرب لأنك وهبت لي أن تشرفني بالحب الكامل نحوك، قد سمحت لي أن أقيد بسلاسل حديدية كرسولك بولس، وقبل القيود وتضرع لربنا أن يحفظ الكنيسة اللي خدمها تقريبا 40 سنة. وهو في طريقه كان في 10 جنود كانوا بيحرسوه، فكان بيقول كلما كنت ألاطفهم كان يزدادون ضراوة، ولكن سوء معاملتهم تجعلني تلميذا أفضل. وكنا برضو قلنا في الحتة ديت إن ربنا يدينا لما بنواجه مواقف صعبة ولما بنحتك بآخرين، كرامتنا يعني بتقوم علينا كده، والواحد يزعل ويتجرح ويشوف المواقف ديت ويشوف الصعوبات دي ويشوف التجارب والصلبان فرصة ذهبية علشان الواحد يتقدم في حياته الروحية عشان يتعلم فضيلة جديدة، لأن من غير المحكات اللي بتحصل في حياتنا والتجارب والصلبان مش ممكن نتقدم. محدش بيتقدم وهو مرتاح أبدا للأسف. يعني المواقف الصعبة، التجربة والصليب هي دي اللي بتكبر الإنسان.
أول رسالة كتبها هي رسالة إلى كنيسة أفسس. هي رسالة طويلة وفيها مواضيع كثيرة ومتفرقة. أنا اخترت منها كام جملة، يعني 4-5 جمل نقف نتأمل فيهم على قد ما ربنا يدينا. وطبعاً أنا طالبة مساعدتكم أنكم هقرأ لكم، هنقرأ الجملة وكل واحد يريد يقول التأمل بتاعه. أول حاجة، كنا المرة اللي فاتت قلت لكم أنه هو كان بيقف قدام الغنوصية والدوسيتيين اللي بيقولوا أن الرب ما كانش ياخد جسد حقيقي، أن هو ما تصلبش، أن هو ما تألمش. وراجي قال لي ان هي دي نفس الفكره اللي اخذوها المسلمين لما قالوا شبه به، لما جه رسولهم وقال انه شبه بهم هو ما ماتش على عود الصليب. فكان في كل رسائله هنشوف تكراره وتاكيده على النقطه دي، خلي بالكم ان المسيح مات على عود الصليب. شوف يقول ايه. ان رئيس هذا العالم ابليس لم يدرك سر بتولية مريم وولادتها، كما لم يدرك سر موت الرب، وهي أسرار عظيمة تمت في صمت الله. ويقول حاجة تانية، يقول لهم أن الرب هو طبيب واحد لا يوجد سواه، روحي وجسدي، مولود وغير مولود، إله متجسد في الموت حياة حقيقية، مولود من مريم ومولود من الله. اسمعوا بقى الحتة دي، حتة دي صعبة شوية، الترجمة بتاعتها صعبة، بس هم وضحوها لما رجعوا لليوناني. يقول إيه؟ خاضع للموت قبلا وعصى عليه الآن. يعني إيه؟ كان وهو على الصليب تألم ومات، ولكن بعد القيامة لا يوجد ألم ولا موت، فعصى عليه الآن. هذا هو المسيح ربنا. شوفوا الجملة اللي بيقولها بعد كده، بيقول إذ كان الرب قد ارتضى بأن يدهن رأسه بالطيب، فلكي ينشر في الكنيسة عطر الخلود. إيه رأيكم في الجملة دي؟ أنا عادت كتير حياة وقفت ما بقيتش فاهمة هو قصده إيه باللي هو بيقوله. على قد كده ما قدرت أفهم لما افتكرت الصورة ديت، لما جت مريم وقامت قبل الفصح وقبل ما المسيح يروح على عود الصليب، وقامت كسر الطيب وغسلت أرجل المسيح بالطيب ودهنته، وريحة الطيب فحت جامد في المكان، وابتدى يحصل تعليقات. بقى في تعليق واحد اتكتب والمسيح رد على التعليق ده. التعليق الوحيد اللي اتكتب إن يهوذا قال إيه لما شاف الكسر الطيب ده، قال ايه ده، $300 $300 راحوا، ده احنا كنا عملنا وسوينا وبنينا وهدينا وعمل انجازات وعمل مشاريع وقصص جامده جدا بالفلوس دي، نظره ضيقه جدا جدا. ويمكن ناس تانية، يعني الواحد لو ساب نفسه يتامل في الحته دي، ناس تانية كل واحد ابتدى يعني يحس بحاجة لما شم هذه الريحة العظيمة. واحد قال يا إيه الريحة الكميلة دي، الست دي يمكن غنية قوي قوي وقدت وكسرت وودت الطيب ده، دي بتحب ربنا قوي، ده أكيد عمل معها عمل عظيم. وكل واحد جه في دماغه فكرة وإحساس مختلف، لكن الرب قال حاجة تانية خالص. قال إن كسرت الطيب دي لتكفيني. فهو في اللحظة دي المسيح أعلن هذا السر، إن هيموت وهيقوم وهينتصر وهتتفتح السماء والأبدية مرة تانية. هو دوت الإعلان العظيم اللي محدش فيهم حاجة خالص، قطع صنعت هذا لتكفيني. ده كان إعلان، كان إعلان بالأبدية، إعلان بالانتظار المسيح اللي هيموت، إعلان بتتميم الوعد. ويمكن أنا بتخيل الناس اللي قاعدة البسيطة ما فهمتش، محدش فهم غير لما المسيح مات وقام وفتح لنا باب السماء مرة تانية.
فهو بيقول فيك لكي ينشر في الكنيسة عطر الخلود، فلا تسمحوا أن تدهنوا بقذارة رئيس هذا الجيل، بتكلم على إبليس عدو الخير رئيس هذا العالم، فيقودكم إلى الأسر بعيدا عن الحياة التي ترجونها. فهو بيقول المسيح الدهن بالطيب، أعلن الأبدية، وإبليس بيحاول ياخدنا ويأسرنا مرة تاني في نير العبودية. فبيقول لا، مش أنتم دقتم المسيح، أنتم تحيوا الحياة الجديدة، أنتم ملكوت الله داخلكم، عيشوا بدوت، عيشوا في الحرية، حرية مجد أولاد الله. لو حد عنده تأمل في الحاجات اللي هنقراها في الآخر، أنا أخلص بعد 5 دقايق بالظبط، ياريت يقول لنا. يقول لهم إيه؟ داوموا على الصلاة من أجل الآخرين، لأن فيهم رجاء التوبة إلى الله. أتيحوا لهم الفرصة، أقله بأعمالكم أن يكونوا لكم تلاميذ. واجهوا غضبهم بالوداعة، كبرياءهم بالتواضع، سببهم بالصلاة، شتيمهم يعني، ضللهم بثبات الإيمان، فظاظتهم بالمسالمة، لا تقتدوا بهم. شوف ده السلوك بتاعنا كأولاد الله. داوم على الصلاة، ادعي الآخرين، ربنا بيدعوهم وانتوا كمان ادعوهم، خليهم يشوفوا أعمالكم الصالحة يمجدوا أباكم الذي في السماوات، خلوهم يشوفوكم يتعلموا وييجوا للمسيح بأعمالكم، يشوفوا وداعة رغم غضبهم، يشوفوا تواضع ووداعة وصوت هادي، يشوفوا صلاة لأجلهم رغم كل اللي بيعملوه. الحاجات دي بتغير في الناس، الناس بتتغير لما تشوف مش لما تسمع بس. يقول لهم كمان احرصوا على أن تكثفوا اجتماعكم لتمجدوا الله وترفعوا له أفعال الشكر. وهو في الكاتب في الهوامش إن كلمة أفعال الشكر باليونانية يعني سر الإفخارستية، لأنكم في المثابرة على التلاقي واجتماعكم على الإيمان تقودون قوى الشيطان، تقفوا تكبلوا قوى الشيطان وتدمرون مكائده الهدامة. فقديس أغناطيوس بيشجعنا إن إحنا نجتمع مع بعض في الصلاة. وأفكركم إن في كل يوم الكنيسة عاملة لنا اجتماع صلاة من 9:30 لـ10:30، بنصلي صلوات مقتطفات من نص الليل ومقتطفات من التسبحة، ولكن بنصلي كل يوم بالليل حقيقة متشجعين. وبقى يعني تسبحة دخلت بيوتنا، وبقى من كتر ما بنقول التسبحة كل يوم بقى صوت التسبيح حلو في البيت. حقيقة بشجعكم كلكم إنكم تحضروا. ممكن نحط اللينك على كل المواقع عشان تدخلوا بعد الاجتماع الساعة 9:30. كل يوم في اجتماع صلاة في الكنيسة على الزوم. ليس أقوى من السلام، لأنه يقضي على كل حرب تنشه علينا قوى الأرض والسماء. دقيقتين كمان، خلينا ديت ودي. بيقول أنتم طريق العبور للذين يقتدون إلى الموت ليمضوا إلى الله. الحقيقة هم في طريقهم لأفسس الطريق واضح، بيعدوا دايما على، هم كانوا أخدوه من سوريا لغاية ما يطلعوا لروما، ده بياخد أيام وشهور، فكان كل ما يقفوا في حتة يرتاحوا يجي وفد من الكنيسة يقوموا جايين يسلموا عليه ويتكلموا عليه ويكتب لهم رسالة ويديها للشعب. فبيقول لهم أنتم طريق العبور للذين يقتدون إلى الموت ليمضي إلى الله، وأنتم المطلعون على الأسرار. إيه هو الأسرار دي؟
بيكتب اللي هو بيقول إن السر ده اللي كتب عليه بولس الرسول في 1:9، بيقول إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قد صدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصدي. عرفنا بسر مشيئته اللي هو إن هو يجي المسيح يموت ويتصلب ويقوم ويجمعنا كلنا، يجمع اليهود ويجمع الأمم في جسده ونتقدم كلنا للآب. الحتة ديت مش عارفة في وقت دلوقتي 47، ممكن الحتة دي الحقيقة جميلة جدا. بيقول خير لنا أن نصمت ونكون من أن نتكلم ولا نكون، حسن أن يعلم المرء إن كان يعمل بما يعلم. هو بيشجعنا إن إحنا دايما لما نيجي نعلم نكون عشنا اللي إحنا اتعلمناه. وهنتكلم على الحتة دي أكتر مرة اللي جاية، لأن فيها نقط حلوة ممكن ناخدها بهدوء. عملوا مدايح لماري أغناطيوس، كل مرة هقرأ لكم مديحة من مدايح. بيقول إيه؟ متينة روحك صلبك الماس أيها السعيد أغناطيوس، هوى جارف دفعك نحو من أحبك حقا فقلت لم تبقى في نار تضرم حبا بالمادة بل ماء حي يدمدم في أعماقي هلما إلى الآب وروح إلهي ألهبك، فحرقت الوحوش لتعجل انفصالك عن العالم وتعود إلى المسيح الذي تحب فاسأله الخلاص لنفوسنا. آمين. لو حد عنده أي تعليق على الأقوال بتاعت ماري أغناطيوس يا ريت يشاركنا في دقيقة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.